شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ حديثنا في هذه الليلة بالسؤال التالي: ما هو المنهج الذي يمكننا من خلاله أن نطرح قضية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين على العالم؟ قضية المنهج قضية مهمة جدا، وفي كل علم من العلوم قبل أن نخطو أي خطوة في العلم ينبغي لنا أن نبحث ما هو المنهج. يعني قبل أن نبدأ بعلم الفقه ينبغي أن نبحث ما هو المنهج، قبل أن نبدأ في علم النحو ينبغي أن نبحث ما هو منهج العلم. منهج العلم متقدم من الناحية الرتبية على ذات العلم. المنهج الذي من خلاله يمكننا أن نطرح قضية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين على العالم ما هو، وكيف ينبغي أن يكون؟ هنالك أربعة مناهج. والعلاقة التي تحكم هذه المناهج الأربعة علاقة تكاملية. العلاقة أحياناً تكون علاقة التضاد وعلاقة التناقض، وأحياناً تكون
علاقة التكامل. هذه المناهج الأربعة يكمل بعضها البعض الآخر. هذه المناهج الأربعة عبارة عن أولاً المنهج الكلامي، ثانياً المنهج العلمي، ثالثاً المنهج الحضاري، ورابعاً منهج آخر نتطرق إليه بإذن الله تعالى بعد بيان هذه المناهج الثلاثة: المنهج الكلامي، والمنهج العلمي، والمنهج الحضاري، والمنهج الرابع. نبدأ بهذه المناهج واحدا بعد الآخر. المنهج الأول المنهج الكلامي. ماذا يعني هذا المنهج؟ هذا المنهج يتخذ من علم الكلام، من منهج علم الكلام. علم الكلام يعني علم العقائد. يتخذ من طريقة علم الكلام منهجا للبحث ومنهجا للطرح. هذا هو المنهج الأول. ما هي النماذج هذا المنهج؟ مثلا نجد نموذجا لهذا المنهج في كتاب الألفين للعلامة الحلي رحمة الله عليه، وهو من الكتب المهمة. هذا المنهج يمثل المنهج الكلامي. مثلا كتاب الغدير للعلامة الأميني رحمة الله عليه، هذا يتخذ المنهج الكلامي. مثلا كتاب المراجعات لشرف الدين رحمة الله عليه، مثلا كتاب العبقات، عبقات الأنوار، هذه الكتب وأمثال هذه الكتب تطرح قضية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين على نمط المنهج الكلامي. كيف نقيم هذا المنهج؟ نحن نعتقد أن هذا المنهج منهج مهم جدا ومؤثر جدا، وهذا التأثير يمثل شعبة من شعب الهداية التكوينية التي هي شعبة من شعب الهداية الإلهية العامة. احنا عندنا الهداية الإلهية العامة. الهداية الإلهية العامة تنشعب إلى شعبتين: الهداية التكوينية
والهداية التشريعية. الهداية التكوينية تنشعب إلى شعبتين: شعبة تتعلق ببقية الكائنات، وشعبة تتعلق بالبشر. الشعبة التي تتعلق بالبشر تتنوع إلى نوعين: بعضها هداية له إلى مصالحه التكوينية، وبعضها هداية له إلى مصالحه التشريعية. إن شاء الله ما صار خلط. الهداية الإلهية العامة لها شعبتان: تكوينية وتشريعية. الهداية الإلهية التكوينية تنشعب إلى شعبتين: بعضها شعبة منها يتعلق بباقي الكائنات، وشعبة منها يتعلق بالبشر أو تتعلق. الشعبة التي تتعلق بالبشر تتنوع إلى شعبتين: شعبة تتعلق بهداية البشر هداية تكوينية نحو مصالحه التكوينية، وشعبة منها تتعلق بهداية البشر هداية تكوينية نحو مصالحه التشريعية. تأثير هذا النمط يمثل شعبة من شعب الهداية الإلهية التكوينية. الطفل أول ما يولد، العلماء يقولون عملية مص الحليب عملية معقدة، كاتبين كيف أن هذه العملية عملية معقدة، ولكن الطفل أول ما يولد كأنه دارس هذه العملية من قبل. يلتقم صدر أمه بمنتهى السهولة. هذه هداية تكوينية. هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية تكوينية نحو مصلحة هذا الطفل. كذلك شعبة من شعب الهداية التكوينية أن الله تعالى جعل في قلوبنا نحن البشر جعلا تكوينيا لا جعلا تشريعيا. التفاعل مع الحق، أنتم عندما تعرفون الحق تتفاعلون معه، يعني القلب بطبعه يهفو إلى الحق ويميل إلى الحق ويتفاعل مع الحق ويرضخ للحق ويذعن للحق. هذه هداية تكوينية إلهية. إذا هذا الحجاب، يعني واحد مرة لا يتخذ وضع المواجهة مع الحق، حجابك مثل أنا الآن ما عندي وضع المواجهة مع هذا الجدار اللي خلفي، ما أشوف هذا الجدار، ولكن البشر إذا اتخذ وضع المواجهة مع الحق، يعني شاهد الحق ورأى الحق، قلبه يهفو إلى الحق ويميل إلى الحق ويذعن للحق ويرضخ للحق ويذعن للحق ويخضع للحق. ولذلك كتاب الغدير جدا مؤثر، كتاب المراجعات جدا مؤثر، ولنا في هذا المجال ولكم أيضا ربما قضايا كثيرة.
أن هذا المنهج المنهج الكلامي ما هو تأثيره. أنقل لكم قضية واحدة جدا مختصرة. أكو واحد ما أذكر الخصوصيات مع أنها في ذهني الآن، في إحدى الجامعات في عاصمة من العواصم، يوم من الأيام يدخل مكتبة الجامعة شاب جامعي طالب جامعي، يدخل مكتبة الجامعة وإذا به اتفاقا يرى كتاب الغدير، يلفته هذا الكتاب، يفتح هذا الكتاب يشوف أنه فيه نقد لبعض الأفراد، فينزعج من ذلك. طبعا نقد علمي معتمد على مصادره، ينزعج من ذلك ويتأثر ويترك الكتاب. بعدين دافع الفضول يدفعه أشوف شنو في هذا الكتاب، أقرأ هذا الكتاب. نقل لي الواسطة أنه فتح هذا الكتاب، يمكن قبل ليلتين كان ينقل لي هذه القضية الواسطة، يقول فتح هذا الكتاب وبدأ بمطالعته وبقي أسبوعين كاملين في مكتبة الجامعة حتى يشوف هذا الكتاب شنو هو، كتاب الغدير. لا راح إلى بيته ولا راح إلى الجامعة ولا طلع من هذه الغرفة إلا لقضاء الحوائج الضرورية، مثل شوي يشتري أكل وكذا وياكل. أسبوعين كاملين يطالع كتاب الغدير، وبعد أسبوعين خرج بقناعة كاملة أن الحق يتمثل في مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. كان هذا الأخ الواسطة كان يقول هذا الشعب شعب جدا مثقف، كان يقول أنتوا أعطوني 10,000 نسخة من كتاب المراجعات يقرأه 1,000,000 واحد، الكتاب يتداول من يد إلى يد. إحدى الشعوب، أكو هنالك شعوب مثقفة، حق، هذا حق، هذا هو المنطق، هذه آية المباهلة. اليوم على المعروف كان يوم المباهلة، اليوم كان يوم التصدق بالخاتم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، إنما وليكم الله، إلى آخر الآية. يوم المباهلة، المباهلة برهان قاطع، التصدق بالخاتم برهان قاطع، حق، هذا هو. السيد كاظم القزويني رحمة الله عليه كان ينقل أنه كان يروح إلى بلاد المغرب وهذه البلاد، كان يقول هناك، يقول جيب لي رواية واحدة من كتبنا حول حقانية مذهب أهل البيت، إحنا نقبل رواية واحدة. هذا الكل مو معاندي، هذا هو المنهج الأول وهذا هو تأثير هذا المنهج. المنهج الثاني، المنهج العلمي. هذا المنهج أيضا مؤثر جدا.
في علم الطبيعة العلماء يقولون أحيانا أنتو في ظاهرة طبيعية تجدون طاقة، هذه الطاقة من الناحية العلمية لا يمكن أن تفسر في إطار تلك الظاهرة الطبيعية، ويأتون بأمثلة لذلك. ما يمكن، يعني أكو هنالك تفاعلات مثلا في الذرة لا يمكن أن تكون الذرة وراء هذه التفاعلات. مثلا سمع علي بالمثال العلمي لذلك، فيبحثون عن مصدر لهذه الطاقة خارج هذا الإطار. إذا هذه الطاقة، أكو طاقة في هذه الغرفة، تبحثون في هذه الغرفة ترون أن هذه الطاقة لا تنبعث من هذه الأشياء الموجودة في هذه الغرفة، يعني أكو نور في هذه الغرفة، هذا النور ما ينبعث من هذه الشمعة أو هذه الشمعة أو هذا المصباح الكهربائي، إذن يجب أن نبحث عن مصدر خارج هذه الغرفة. هذا العلماء يذكرونه في الطبيعيات ويبنون على أساس ذلك قواعد علمية. المنهج العلمي في الطرح يمثل هذه المعادلة. رجل كان يعيش في الجزيرة العربية، في بلاد متخلفة، في بلاد نائية، في بلاد منقطعة عن العلم والمعرفة، في بلاد يمكن 10 كتاب الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة يمكن كانت فيها. وإذا به يكشف لكم حقيقة علمية توصل إليها العلم بعد 1400 عام، هذا ما يدل على حقانية هذا الدين. هذا الإطار ما يمكن ينتج هذه المعرفة، هذه البيئة لا يمكن أن توحي بهذه المعرفة. إذن هذا الرجل متصل بقوة خارجية، بقوة غيبية، بقوة لا تنتمي إلى عالم الشهود وإنما تنتمي إلى عالم الغيب. هذا الدليل حقانية هذا الدين. الإخوة الذين جاءوا من الغرب يقولون هذا المنهج، مو بهذه الألفاظ، المحتوى يقولونه، أنا أعبر بهذه الألفاظ، هذا المنهج الآن مؤثر في الغرب إلى أبعد الحدود. المنهج العلمي، القرآن قال بكروية الأرض قبل 1400 عام، وهاي الآية، هذا مو مبهر؟ القرآن قال بحركة الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا مو مبهر؟ هاي الآية أخرى قبل 1400 عام، مو مؤثر؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه، ولهذه القضية قصة مطولة الآن مو مكانها، قال بالدورة الدموية الثانية قبل 1400 عام، يقولون فلان واحد اكتشف الدورة الدموية وأقاموا له احتفال وصنعوا ما صنعوا وصفقوا له، قام هذا الرجل بعد انتهاء التصفيق وصفق تصفيقا وحده، قالوا له ليش؟ قال هذا التصفيق للإمام الصادق صلوات الله عليه، مو لهذا المكتشف. قصة مطولة. في توحيد المفضل، هذا توحيد المفضل موجود بأيديكم مطبوع قبل مئات الأعوام، مطبوع
في البحار موجود، في بقية الكتب موجود. الإمام الصادق صلوات الله عليه أشار إلى الدورة الدموية الثانية التي اكتشفت في القرون الأخيرة، وأي عالم من العلماء وأي مفكر من المفكرين وأي مكتشف من المكتشفين لم يدر في خلده هذه الدورة الدموية الثانية. هذا ما يدل على ارتباط الإمام الصادق صلوات الله عليه بخارج إطار عالم الشهود، ما يدل على ارتباطه بعالم الغيب. هذا مؤثر. أكو هنالك ثلاثة كتب في هذا المجال، لا أريد أن أؤيد جميع ما في هذه الكتب، المقدار الذي رأيته من هذه الكتب لطيف ومفيد في هذه الناحية. الكتاب الأول كتاب التكامل، مؤلف هذا الكتاب في إبان المد الشيوعي في جامعة بغداد في الوقت اللي التدين كان يعتبر في بعض جامعات عارا وعيبا وتخلفا. أستاذ في الرياضيات يأتي ويشرح المعادلة الرياضية، هذه المعادلة اكتشفها العالم الفلاني في القرن 18، بعدين كان يقول هذه المعادلة كانت جديدة على العالم، ولكن علينا نحن شيعة أهل البيت مو جديد، لأن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه قال هذه المعادلة قبل 1400 عام. وهذه الرواية كتاب التكامل مليء بهذا النمط. هذا الكتاب الأول. الكتاب الثاني كتاب أولين دانشجاه، هذا أيضا مليء بهذا النمط. وحبذا إذا ينهض عالم بترجمة هذا الكتاب إلى العربية بشكل مختصر، يعني في مجلدين مثلا، لأن هو الكتاب يمكن 23 مجلد 24 مجلد، في مجلدين في 1000 صفحة مثلا مختصر. كتاب التكامل وكتاب أولين دانشجاه وكتاب الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب، وترجم أيضا تحت عنوان إمام صادق صلوات الله عليه مغز متفكر جهان الشيعة. هذا هو المنهج الثاني. المنهج الأول المنهج كلامي، المنهج الثاني المنهج العلمي، المنهج الثالث المنهج الحضاري. المنهج الحضاري يعني شنو؟ هذا المنهج طبعا أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كلهم يمثلون القيم الحضارية في أعلى درجاتها وفي أعلى مراتبها، ولكن بعض الأئمة صلوات الله عليهم الظروف أتاحت لهم أن تظهر منهم هذه القيم الحضارية أكثر. وأحد الأئمة صلوات الله عليهم الذين تجلت في حياتهم القيم الحضارية، يعني ظهرت وإلا كلها تمثلت في أهل البيت واحدا واحدا،
من الذين ظهرت سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا البعد بعد القيم الحضارية في حياة الإمام الحسين والصفوة المختارة الذين كانوا معه جدا لها تجلي. القيم الحضارية يعني قيمة الوفاء، هذه قيمة جدا مهمة تجلت في قضية كربلاء، وقيمة الوفاء مؤثرة. أكو فد كتاب ما أذكر الآن اسمه، معروف في العالم ويمكن طبع لعله بمئات الملايين، قصة مختلقة تمثل نكران الذات. نكران الذات هذه قيمة حضارية، نكران الذات. نكران الذات يعني مثلا فد مثال جدا صغير، انتو مكانكم هناك في القمة تجون تقعدون يم الباب، هذا يقال له نكران الذات. هذا الكتاب قصة مختلقة حول نكران الذات. شوفوا أي تأثير خلقه هذا الكتاب في العالم، قصة مختلقة. الجندي المجهول في كل العالم أو في أغلب بلاد العالم يقيمون له تماثيل. ليش؟ الجندي المجهول يمثل قيمة نكران الذات والتضحية، هاي قيم مؤثرة. هذه يتفاعل، النفس تتفاعل مع هذه القيم. قيمة الوفاء، موقف أبي الفضل العباس صلوات الله عليه الذي ربما لا نجد له نظيرا في تاريخ البشرية بهذه الصورة. عندما دخل المشرعة ذكر عطش أخيه الحسين صلوات الله عليه، فرمى الماء على الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني، هذا الحسين شارب الوارد المنون وتشربين بارد المعين. هذا الموقف موقف الوفاء، طرح هذه القيمة وهذا الموقف الذي يمثل هذه القيمة، هذا مؤثر جدا. قيمة التضحية، أحد الكتاب الغربيين يقول، وهذه النقطة مهمة، يقول موقف الحر الرياح رحمة الله عليه هذا ما إلى النظير. يقول أنا قرأت تاريخ الحروب العسكرية كلها فلم أجد نظيرا لموقف الحر. أكو شايفين في التاريخ، سامعين في التاريخ أن قائد في جيش قوي منتصر من الناحية الظاهرية يترك موقعه وكل امتيازاته، هذا سهل في القول، كلها يتركها ويذهب إلى الجيش الذي يعلم أنه سوف يقتل فيه، هذه قيمة التضحية. أنا خو ما أتذكر الآن نظير لهذا الموقف في تاريخ الحروب كلها بالمقدار الذي سمعنا ورأينا، هذا مو مؤثر. قيمة المساواة تجلت في قضية كربلاء.
الإمام الحسين صلوات الله عليه وضع خده كما يقولون على نفرين، الأول ابنه علي الأكبر فجاء ووضع خده على خده، والثاني عبده الأسود جون وضع خده على خده. هذه قيمة المساواة، قيمة حضارية مهمة. أحد المبشرين المسيحيين جاء إلى إفريقيا ليبشر بالمسيحية تبشير، بعدين شاف ظاهرة عجيبة، شاف أن المسلمين متساوون. هواي مهم هاي صلاة الجماعة، جدا مهم. أولا التواضع، مو أنه واحد يقول للكرسي، على الكرسي، على الأرض، تواضعا لله، مو تواضعا، ضعة، مو تواضع، ضع، يسجد على التراب، يضع خد جبهته على التراب. وفي بعض أنواع السجود واحد يضع خده على التراب أيضا، أو مكملات السجود. بعدين ماكو فرق، التاجر المليونير والفقير المدقع، واحد يقف يم الثاني، هذا ما يبهر؟ الأبيض والأسود، واحد يقف يم الثاني، هذا ما يبهر؟ أعجبه هذا المنظر، يعني حركه من أعماقه فصار مسلم. المبشر المسيحي الذي جاء لتنصير المسلمين هو صار مسلم. هذه القيم الحضارية تجلت في قضية كربلاء أكبر تجلي، قيمة العدل، قيمة الحرية، قيمة التضحية، قيمة الوفاء، قيمة المساواة، قيمة المواساة، قيمة العبادة. إحدى القيم الحضارية المهمة قيمة العبادة، عبادة جدا مهم. علماء الحضارة يقولون لم نجد مجتمعا حتى إذا كان مكون من 10 أنفار إلا ولهم معبد، حتى في التاريخ القديم. حفريات اللي يسووها مثلا يجدون قرية قبل أفرضوا 10,000 عام فيها 10 أنفار مثلا، دا أقول إلا ولهم معبد. قيمة العبادة. فباتوا ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل. الإمام صلوات الله عليه طلب ليلة للعبادة وقراءة القرآن، فإن ربي يعلم أني أحب تلاوة كتابه. هذه القيمة جدا قيمة مهمة. هذه القيم الحضارية إذا تمكنا أن نطرحها مؤثرة في النفوس إلى أبعد الحدود. ونختم الكلام بالأمر الرابع، المنهج الكلامي، المنهج العلمي، المنهج الحضاري، والمنهج الرابع أو الزاوية الرابعة، زاوية الطرح، قضية المظلومية، اللي هذه القضية أيضا تجلت في أحداث عاشوراء بأجلى صورها. المظلومية جدا مؤثرة، الفرد يتفاعل مع المظلوم. أنتوا الآن إذا طلعتوا هنا شفتوا فالطفل قاعد يبكي، هذا يحرك الإنسان من أعماق، إيش بيه هذا الطفل؟ لو إذا طلعتوا شفتوا إمرية قاعدة دا تبكي، هذا يأثر فيكم هذا المنظر. المظلومية جدا مؤثرة.
غاندي كما هو معروف يقول: تعلمت من الحسين أن أكون مظلوما فأنتصر، صلوات الله على الحسين. طرح قضية المظلوم. كان هنالك عالم في العراق، ما أعلم قبل 200 عام أكثر أقل، قبل ما أنقل هذه القضية، واحد من الإخوة كان جاي من بلد، يمكنهم الآن يكون حاضر في هذه الغرفة، في ذاك البلد أكو خوارج أو أشباه الخوارج، يعني الذين ينتمون إلى طائفة الخوارج. يقول الآن إحدى الأشياء المؤثرة في تقريب هؤلاء إلى مذهب أهل البيت، هؤلاء الذين كانوا أسلافهم يكفرون أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مظلومية سيد الشهداء. يقول يأخذون الأشرطة، أشرطة المراثي، ويستمعونها، وهذا دا يقربهم إلى مذهب أهل البيت. مظلومية جدا مؤثرة، هذه الأشرطة جدا مؤثرة، ما يقوم به الخطباء جدا مؤثر. الشيعة إذا ما كانت عندهم هذه المظلومية وما كان عندهم هذا الإمداد الإلهي والعوامل الأخرى لاقتلعوا من التاريخ. هاي المظلومية هي وراء حفظه، هذه المنابر وراء حفظ هذا المذهب وهذا الخط، يعني من العوامل المهمة. هذا العالم فكر أنه شنو أنا قاعد هنا، يمكن كان في الحلة، فكر أن يطوف على العشائر اللي موجودة في العراق، فأخذ يطوف وبذل وقتا طويلا، كان يذهب إلى العشائر ويطرح بطولات أهل البيت ومظلومية أهل البيت. في التاريخ مذكور، يمكن في كتاب دور الشيعة اللي ألفه دكتور جامعي في بعض البلاد، في هذا على ما أتذكر يقول: هذا الرجل تمكن أن يقرب وأن يدخل في مذهب أهل البيت 100,000 واحد، 100,000 واحد. طرح المظلومين. أنقل هذه القضية وأختم بها الحديث، ولو الحديث أطول من ذلك. الوالد رضوان الله عليه كان ينقل هذه القضية، كان يقول أنه كان هنالك خطيب، والآن الخطيب موجود أيضا، كان قد ذهب إلى إحدى البلاد الغربية قبيل محرم، ذهب إلى محطة إذاعية، قابل المدير أو أحد المدراء وقال: إحنا عندنا عظيم من عظمائنا، هذا قتل مظلوما قبل أكثر من 1,000 عام، وأنا مسجل 13 حلقة باللغة الإنجليزية لأن هو يتقن تلك اللغة، وأريد أنه تعرضونها في 13 ليلة من ليالي محرم. ذاك الرجل قال: هنالك شرطان، الشرط الأول أن تأتي بهذه الأشرطة
حتى إحنا الهيئة الإدارية نقرر أن هذه الأشرطة صالحة للبث أو لا. الشرط الثاني، كل محاضرة يجب أن تدفع لها 10,000 دولار، المجموع 130,000 دولار. الخطيب قال أما الشرط الأول فما عندي مانع أجيب لكم الأشرطة، وأما الشرط الثاني أنا ما عندي، لكن أروح أكلم بعض المؤمنين لعلهم يقبلون. رجع اتصل ببعض المؤمنين قالوا ما يخالف، احنا بالاشتراك نتكفل هذه التكاليف. فجاء قال الشرط الثاني محقق، وهذا الشريط، هذا الشريط من الأشرطة المعهودة. استمعوا، يقول في اليوم التالي مر على ذلك الرجل، قال في الواقع احنا الهيئة الإدارية اجتمعنا وسمعنا هذا الشريط، وهذا الشريط أبكانا كلنا، لأنه في أثناء الشريط أو في ختام الشريط كانت هنالك مصيبة علي الأصغر الطفل الرضيع، ونحن كلنا بكينا لهذه المصيبة. حقيقة مصيبة الطفل الرضيع تدمي العيون. وإحنا نرى أن هذه المحاضرات مفيدة جدا لمجتمعنا وما في إشكال جيبها كلها، وقررنا أن لا نأخذ منك ولا دولار واحد، كلها بالمتجر. واتصلنا ببعض الإذاعات الأخرى في بعض الولايات الأخرى وقلنا لهم عندنا هكذا أشرطة مفيدة، ووافقوا على أن يوصلوا إذاعاتهم بإذاعتنا في ساعة البث حتى تبث منها جميعا في وقت واحد، وبثت هذه المحاضرات خلال 13 ليلة من ليالي محرم. المسيحيين عندهم قضية واحدة مكذوبة، وهي قضية صلب المسيح، قضية واحدة مكذوبة، لأنه من الناحية الدينية بل حتى من الناحية التاريخية ثبت أن المسيح لم يصلب صلوات الله عليه، ولكن شوفوا أقاموا الدنيا وأقعدوها حول هذه القضية المكذوبة، قضية الصلب. حقيقة إذا المسيحيين كان عندهم مثل الإمام الحسين صلوات الله عليه لنصر العالم باسم ذلك، وإحنا عندنا هذه الثروة الهائلة، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أئمة أهل البيت، هذه النماذج المشرقة في جميع الأبواب. إحنا ينبغي علينا أن نهتم بهذا محرم القادم، نفعل ما بإمكاننا فيما بيننا وبين الله، الشيء اللي نتمكن، حتى إذا واحد يتمكن ولو بهذا المقدار أن يشعل مصباح أحمر على باب بيته، هذا ذخيرة للآخر. نبي من الأنبياء كان في لحظات الاحتضار، لحظات الاحتضار لحظات فرح المؤمنين قاعدة، بعد العناء انتهى، والآن واحد رايح حتى يأخذ أجرته،
والآخرة خير وأبقى. ثلاث كلمات إذا تحذفون الواو، يعني مع الواو أربعة، تلخص كل معادلة الدنيا والآخرة، والآخرة خير وأبقى. حقيقة القرآن كتاب عجيب. بالليالي قبل ما تنامون شوي اسمعوا القرآن أو اقرأوا القرآن، حقيقة عجيب. واحد كلما يفكر في القرآن يزداد تعجبا وتحيرا من عظمته. فالآخرة خير وأبقى. هذا النبي كان يبكي في لحظات الاحتضار. الله تعالى قال لذلك النبي: ليش تبكي؟ كلمة جدا مؤثرة. قال ذلك النبي: لأنني سوف أموت وأنقطع عن ذكرك، يعني الذكر الدنيوي. الآن تقدرون تروحون للحال، الأموات بعد ما يقدرون يروحون للحاج، يعني هذا الحاج. الآن تقدرون تروحون للعمرة، الأموات بعد ما يقدرون يروحون للعمرة. ربما الآن كثير من الأموات يغبطوننا، إحنا بعد أعوام ربما نغبط الأحياء، ما نقدر بعد 50 عام يمكن بعد ما نتمكن أن نشارك في مجالس الإمام الحسين، أن نشعل المصباح الأحمر على بيوتنا، أن نؤلف كتابا حول سيد الشهداء. الآن نتمكن. إحنا عمرنا تدرون إيش قد؟ إحنا عمرنا ربما يكون ألوف الأعوام. إحنا قبل كم ألف عام مخلوقين، إحنا فد مسيرة طويلة طويناها لا نعلم. 1000 عام، 10,000 عام، 100,000 عام، 1,000,000,000 عام، 1,000,000,000,000,000 عام، من ندري احنا كل واحد من الحاضرين هنا. هذه القطعة، هاي 100 عام، قطعة اختيارية تقرر مصيرنا. بعد 100 عام، بعد 50 عام، بعد 40 عام، بعد 4 ثواني، من ندري ايش قد، تبدأ حياة ثانية مداها مليارات الأعوام، بل لا يحدها عدد. إحنا هاي القطعة، لعله ملايين الأعوام قبل، وقطعا هذا بعد خو واضح، مليارات مليارات المليارات، مليار مرة قولوا مليار أكثر، هاي حياتنا إحنا في هاي القطعة. كل ما نتمكن يجب أن نعمل، بعدين ينتهي. أي شيء واحد يتمكن لازم فورا يسوي. فقضوا، خطباء يقرون هذا الشعر، فقضوا مآربكم عجالا إنما أعمالكم أعماركم سفر من الأسفار. وينتهي. قال: أبكي لأني أموت ولا أتمكن من ذكرك. خلاص، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، كله ينتهي. أي شيء واحد يتمكن الآن خلي يعمل. إحنا أملنا بهذين: 1 رحمة الله، وإلا أعمالنا وما قدر أعمالنا في جنب نعم الله، في جنب عظمة الله. شنو قيمة هاي أعمال؟ إحنا عندما نموت، أولياء الله الآن يشعرون بهذه الحالة، إحنا عندما نموت نشعر بهذه الحالة، نشعر بالخجل الشديد أمام الله تعالى. ولعله في هذه الرواية المذكورة في صلاة ليلة الدفن: اللي لا يأتي على الميت أوحش من أول ليلة، يمكن بعد من أبعاد هذا، لأن فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. واحد يشعر بالخجل الشديد أمام الله.
إحنا إذا شوية عندنا شعور، شوية عندنا معرفة، الآن نشعر بالخجل الشديد أمام الله تعالى. هذا المنعم الذي أنعم علينا بكل شيء، شنو سوي؟ ما هي قدر وما قدر أعمالنا في جنب نعمه؟ ما قدر أعمالنا في جنب عظمة الله سبحانه وتعالى؟ إذا واحد يدرك ما قدر الله حق قدره نتمكن. أملنا شيئان، واحد رحمة الله سبحانه وتعالى، لطف الله، عفو الله، والشيء الثاني شفاعة أهل البيت، فقط هذان الاثنان، رحمة الله وشفاعة أهل البيت. إحنا في هذا المحرم، محرم الحرام وقبل المحرم، ينبغي علينا أن نفعل ما نتمكن. واحد من الإخوة نقل لي قبل أيام أنه رأى الوالد رحمة الله عليه في عالم الرؤيا، فقال له: ما الذي نفعك في ذلك العالم؟ يقول فأجاب الوالد: الإمام الحسين صلوات الله عليه. يقول: فقلت له: وبقية المعصومين صلوات الله عليه؟ فقال: إلى حد، ولكن الإمام الحسين. كلهم سفن النجاة، ولكن سفينة الحسينين أوسع، وفي لجج البحار أسرع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب.